اليوم في تركات في الحداثه خلاص انت روح نحن بندعيك ركب لها الكمانجه وارفع لي هون هيدي نزل له هون هيدي اعمل له هون جهزوا هالاغنيه اجى الصوت. يعني انت عم تغني بلا احساس. في مطربين ما بدي اذكر اسامي, في مطرب هو يا لطيف اخذته روتانا ومشهور وعطيه الاستاذ ملحم لحن وهو باستوديو عازل, وهو باستوديو عازل عازل عن الطبقة. في مطرب كمان إلنا ما بنذكر اسمه كمان نجم يا لطيف, أتحداك أن يغني فرق البيات عن الكورد. يعني بتلحله كورد بيغني بيات, بتلحله بيات بيغني كورد, فايتين ببعضهم هدول ما بيزبطوا هيك هيك دخيلك يا الله. ونجم نجم احيانا بتشوف اغنيه واحد عم يغني نشاز والحفل نشاز وكله نشاز وجايبت له شي مليون 100 مليون مشاهد و400 مليون لايك ما بعرف ليش, وبتشوف واحد يا الله مثل الساعه ما حدا بيمر مرور الكرام. في مطربه مشهوره صارت سوبر تغني بالخليج ما بدنا نقول اسمها بتعرفوها, يعني انا بحبها باستوديو ما بنزعج بتريحني. طيب احضرها انت باللايف مع الجماهير يا لطيف, بتشغلهم تعرقهم للموسيقيين, هذا كيف بده يجهز حاله يقفل معه مشان ما يتحس, هذا كيف بده يلاقينا مشان ما تعزي, الشيء اللي بيحطوا لهم مكنه بظهرهم وشيء بيحطوا له بجيبته وشيء بيحطوا له باذنه حتى ما يعزل. فاليوم استوديو بيجيب لنا أصوات بيبعت الأسطوانة الله شو هالصوت قديم متعذبين تركبوا, منروح منجيب لها المطرب أو المطرب يا خي هذا عامل غنية منزل أسطوانة بتجنن سيدي بدنا نجيبه يعملنا سارة, بيرو بيجيبوا لك يا عمي هيدا اللي سمعتونا الأسطوانة تبع والله هذا هو. ورغم انه بيكون جاي بأجهزة يعني بدأ شي 3-4 باصات يحمل, بسمعوا شيء باستوديو بسمعوا شيء مع الناس. اليوم رغم كل هالحضارة في الصوت اللي حكينا عنه اليوم في وجع دماغ, ألا وهو وجع دماغ, وجع دماغ انت بتحضر حفلة وبتطلع ما بتبانك شايف قدامك, أول شيء ما حدا قاعد على الطاولة كله على المسرح, يا بده يدبك يا بده يرقص, ضجيج صريخ, يعني أي شيء بيأثر على الدماغ موجود بالسهرة والناس كلها مبسوطة, بيروح رايح هيك دايخ راسه بضل يومين ثلاثة تترجع تصفى عنده المطرقة والسندان من كتر ما انطرقت فيها الأصوات. يا جماعة يا جماعة دماغ ما في أجمل منه, الدماغ كمبيوتر رباني بيكره الضجيج بيكره الخبيط, خلوا يشتغل بالرواق خليه في التأني. ألف شكرا لكم وإلى اللقاء حبيبي.